بدأت التصوير عام 1960. طبعا أخذت لي الكاميرا 20 ريال وقمت أصور الأماكن اللي بتندثر. باشرت في التصوير وفعلا عندي أنا صور حق القطيف أيام زمان، فوديه للاستديو واحد يسموه القطيف عبد الصاحب أبو السعود، فتح الاستديو عام 1371 هجري. شريت أول ما سمعت كاميرا يسموها عكاسة، مو كاميرا، احنا نسميها عكاسة تعكس. فزي ما أشوف إن أخذتها وقمت أصور عشوائي، ما حد علمني. بس في استديو هنا في القطيف أودي للصور، هو اللي يركب لي بعد الفيلم. أنا ما أعرف أركب الفيلم، حتى إذا انتهى الفيلم أخليه هو اللي يشيله ويعبي لي فيلم ثاني. بعدين قمت أصور داخل البلد، داخل القلعة، الصوابيط هذه، وشوي شوي قمت مناسبات، ودول اللي يشربوا القدو والعدنة في المجالس. فوفرنا حوالي يجي 4000 صورة تقريبا، مو كل حق البلد، حق أشخاص، حق تعرف أطفال الحين كبروا، خاصة عائلتي أصور مني ولدوا على طول أصورهم. طبعا أحسن الحين ما في شك، الآن ما نروح الاستديو يخلي يغسل لنا الصور، على طول نشوف الصورة صح لو مي صح، إذا مي صح نلغيها، وإذا صح مي صح نبدلها بسرعة. وإحنا قاعدين في محلنا الأول لا، يمكن الفيلم هذا تطلع في ثنتين أو ثلاث محروقين. طبعا تبدلت الناس، الأول ناس مات لصورتهم الآن تغيرت وجوههم بالمرة. حتى في عندي طلاب مو تصوير ناس ثانيين رحلوا، وناس فيهم موجودين كبار السن متقاعدين، بل يمكن ما يطلعوا حتى من بيوتهم. أول شيء صورت العيون، صورت البحر، صورت 60 سنة في مجال التصوير، وإن شاء الله نواصل إذا الله أبقانا، ما نترك هذه هواية جميلة جدا جدا، ما في أحسن منها.